فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يسمى بالجمعية التي تكون بين الموظفين حيث يتفقون على أن يدفع كل شخص مبلغ معين؟ هذه أجازتها هيئة كبار العلماء، وأما أنا فعندي فيها نظر أنها لا تجوز، لأنه تقارض، هذا تقرضني بشرط أن أقرضك، هو تقارض، ما أقرضتهم إلا لأنهم سيقرضونك، فهذا من البيعتين في البيعة. نعم.